خلينا نتكلم في الجد. النهارده يوم كان مهم جدا، يوم مهم الى اي مدى؟ احنا بنتكلم على مستقبل مصر، ودي حقيقه، مستقبل مصر زراعيا. انا كنت من الناس اللي ليهم الشرف، عظيم الشرف الحقيقه، ان انا رحت المشروع ده من حوالي سنتين او ثلاث سنين وهو بيبدا بخطواته الاولى. ويمكن كنت اتشرفت كمان بانه كنت من ضمن مجموعه من الزملاء اللي اتشرفوا بمقابله فخامه الرئيس هناك، وحضرنا مع فخامه الرئيس موسم الحصاد اللي زي دلوقتي كده، زي اليومين دول. وكنا بنحضر موسم حصاد القمح، وشفنا محصول البطاطس، وشفنا محصول، دي كلها كانت بواكير المحاصيل، بواكير هذا المشروع العظيم بالمناسبة يعني، ومحصول بنجر السكر. ووقتها الرئيس اتكلم معنا كما جرت العادة بمنتهى الاستفاضة، وادلنا من وقته كتير، لدرجة ان احنا كنا يعني بنرجو الرئيس ان احنا بنثقل عليه بالحديث وبالاسئلة، وهو الحقيقة كان يتفضل علينا دائما بالاجابة، والاجابة بالتفاصيل وبمنتهى الاسهاب الحقيقة. حتى انا اتذكر ان انا كنت بستسمح الرئيس، قلت له يا فندم احنا مطولين على سيادتك. لا انسى اجابة الرئيس، قال لي لا، اسألوا على اي حاجة، كل معلومة وكل رقم في مصر هنا، اسألوا علشان لازم تعرفوا ولازم تقولوا للناس ولازم تتكلموا مع الناس في تفاصيل التفاصيل. والحقيقة اعتبرنا كلنا ده، أنا والزملاء، أنه يمكن ده زي ضوء أخضر للحديث حول ما يحدث في البلاد، وتكلمنا مع حضراتكم كتير. الإخوان كانوا يقعدوا يقولوا ده الإعلام المصري بيبالغ، بس الحقيقة رب صورة تغني عن ألف 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 كلمة. مهما أنا وكل زمايلي اتكلمنا، الحقيقة لن نوفي هذا المشروع قدره، لأنه الصورة اللي بتشوفه بعينيك هو الواقع، ده الواقع اللي قدام حضرتك، مئات الآلاف من الأفدنة. احنا بنتكلم في أكتر من مليون فدان بأمر ربنا سبحانه وتعالى في هذا المشروع بس، مش بكلمك على تقريبا 4 مليون فدان. واعتبر اللي أنا بقوله لك ده هو مقدمة واجبة. جزء منها كنت بتكلم فيها مع زملائي الأعزاء إيمان ومصطفى. هو احنا عانينا، بصوا يا جماعة، مصر اقتصاديا كانت بتعتمد بالأساس على الزراعة ولقرون بل ولآلاف السنين. بعد شوية مصر دخلت مرحلة التصنيع في نهايات القرن ال19، وبدأت تخطو خطوات كانت جيدة، مش هقول لك خطوات عظيمة يعني، بس خطوات كانت جيدة. وكانت هذه الخطوات في مسألة الصناعة في مصر تنذر بمستقبلا صناعيا عظيما. اللي حصل للأسف الشديد غير ان احنا تراجعنا جدا صناعيا، لكن كمان تراجعنا زراعيا بسبب الفساد وبسبب الإهمال. كانت الرقعة الزراعية اللي موجودة في مصر بتتضاءل سنة ورا سنة، ومش عاوز أبالغ لو بقولك كل شهر كانت بتتضاءل. أخصب وأجود أراضي الدلتا تآكلت بسبب إيه؟ بسبب الفساد. تاني، الفساد. فحد هيقول لي الفساد والإهمال، أقول له كان إهمالا شبه متعمد بسبب الفاسد. الفاسد ده بقى اللي هو ممكن كان يبقى ناس كتير جدا، ما هوش شخص واحد بس، ما هوش شخص واحد بس، وإن كان الشخص الواحد ده كان فاسد. سيبنا من اللي فات، خليني بقى أخدك على الواقع. لهذا السبب كان لازم مصر تشتغل على انها تستعيد مساحة زراعية كبرى، وبالتالي مصر اشتغلت على اعادة زراعة واستصلاح اراضي جديدة تقريبا حوالي 4 مليون فدان. بنتكلم على مشروعات ري تخطط 190 مليار، وده اللي اتكلم فيه الرئيس وقال لازم الناس تعرف الارقام. ولهذا السبب احنا بنقول لحضراتكم الارقام، الارقام اللي احنا بنقولها النهاردة والارقام اللي بنقولها قبل كده وقلناها يعني خلال سنة واثنين وثلاثة فاتت، حتى ولو بخصوص هذا المشروع اللي بقولك أنا واحد من الناس اللي فعلا عندي فخر حقيقي أني كان ليا شرف أن أنا شفت المشروع ده وهو بيطلع.
وهو بيطلع مشروع عظيم يعني، وقابلت القائمين عليه مجموعة من المخلصين حادي الذكاء، مخلصين لأبعد الحدود في العمل. وبعدين عارف اللي هو الناس اللي بتشتغل وهي واخدة خطوة لورا، يعني هم مش مشغولين باللقطة، ناس مش مشغولة بالترند، ناس مش مشغولة بأنه أساميها تصبح أسامي مشهورة ومعروفة ورنانة، ناس مشغولة بأنها تبني المشروع ده. المشروع اللي النهاردة كان فخامة الرئيس يعني تقدر تقول بيفتتح المرحلة الأولى في موسم حصاد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المرحلة الأولى بتاعة الحصاد الثاني مش المرحلة الأولى بتاعة المشروع ده، مشروع كبير وعظيم. هذا المشروع تقدر تقول كده مستقبل مصر الإيه؟ للزراعة المستدامة. هذا المشروع هو قاطرة من قاطرات مصر الزراعية، ده مشروع بقى بكورة للمشروع الضخم اللي اسمه الدلتا الجديدة، تقريبا 2.25 مليون فدان. احنا عايزين ايه تحديدا من هذا المشروع ومن المشاريع اللي موجودة وعندك في توشكا وعندك في سينا وعندك في عدد كتير جدا؟ الرقم اللي انا كنت بقول لك عليه اللي بيقترب من حوالي 4 مليون فدان، يزيد قليلا او يقل قليلا. الهدف ان انا اقدر قدر استطاعتي اوصل الى اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي، اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي مثلا من الاقماح، اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي مثلا من الذرة الصفراء اللي بتلزمنا في صناعة الاعلاف، اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر اللي بيلزمنا طبيعية الاسم يعني في بنجر السكر، أقرب المراحل للاكتفاء الذاتي من البطاطس بأجود فصائله. طبعا احنا عارفين البطاطس بتاعنا ده يعني بطاطس التصدير زي ما بيتقال. وديك شايف الرئيس بيشوف بقى هنا المشروع مش من فوق، يعني الرئيس موجود بنفسه على الأرض، نزل وشاف المشروع وهو يقف على الأرض في وسط كل هذه لو صح تعبير يعني المروج الخضراء، إلا أنه ينظر من الأعلى مع الست العقيد بهاء. ده انا شايف صح كده؟ اه صح. ف والراجل ده راجل محترم قوي قوي قوي، واظنه خلاص كده حصل على درجه الدكتوراه في الاقتصاد بالمناسبه. وقت ما قابلته ما كانش لسه ناقش، انا فاكر كويس، وقعدنا نتكلم في هذا الموضوع يعني. المهم فهرجعك تاني على ايه بقى؟ على انه احنا بنتكلم على مشروع ضخم عظيم، مصر مش عايزه تبقى محطوطه تحت ضرس حد. انا هرجعك لزمن ابعد من ذلك حبتين، وقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان عنده كلمه بيتكلم فيها، كان على المعونه الامريكيه انذاك، وانا اتذكر كويس الرقم اللي قاله. قال احنا بناخد بيدولنا معونه ب50 مليون دولار وقتها يعني، وبيدولنا منه، قال كده، بنجيب قمح وبنجيب لحمة وبنجيب فراخ. أنا فاكر كويس الجملة بتاعته. تخيل إحنا من أيام الزعيم جمال عبد الناصر بناخد القمح من الأمريكان، وفضلنا ناخد القمح من بره، وكأننا خدنا قرار نعتمد دائما على الخارج، فأصبحنا طول الوقت محطوطين تحت درس الخواجة. حصلت بعد كده الأزمة زي ما حضراتكم عارفين بتاعت روسيا وأوكرانيا، وإحنا بنتكلم على بلدين كبار جدا في إنتاج القمح، بيعتمد عليهم دول كتير جدا مش بس إحنا في مسألة الحصول على هذه الحاصلة الزراعية المهمة. طيب لو كانت الأزمة دي حصلت يا سادة يا كرام قبل ما نشتغل في هذا المشروع وفي غيره من المشروعات، يا ترى كان الوضع يبقى عامل ازاي؟ تخيل ان احنا ما كناش زرعنا حاجه خالص وفضلنا قاعدين كده، وحصلت الازمه الروسيه الاوكرانيه، وهوب ما فيش قمح بيجي من اوروبا. اوبا اوبا. طيب هنا بس لازم تبقى فاهم حاجه يا جماعه، فخامه الرئيس عنده استراتيجي او استراتيجيه، رؤيه واضحه، وعنده تكتيكاته اللي بيشتغل بيها. كل اللي اقدر اقوله لك على قد فهمي، الريس مش عايزنا نبقى محطوطين تحت درس حد، الريس مش عايزنا نبقى محطوطين تحت ضغوط من حد، الريس مش عاوز. طب بلاش هاخدها لك سياسه،
هو في الأزمة والكارثة اللي حاصلة في فلسطين دي، تخيل لو احنا مضغوط علينا بالقمح. طيب أنا عايز أستأذنك، هنسمع مقتطف من كلمة، هنسمع طبعا وهنشوف جزء من كلمة الرئيس وهنرجع نتكلم تاني. رقم للناس عشان الناس تستوعب، عشان استفيد من 7.5 مليون متر ميه دول، دفعتوا كام او بتدفعوا كام يا دكتور مصطفى؟ ما تقول. تقول يا دكتور مصطفى. لا ما تقول انت ليه هو ما تقول يا دكتور. رقم ما يتنسيش. 190 مليار جنيه. مش 186. 190 مليار جنيه. وده مهم ان احنا نقوله دلوقتي. ليه يا دكتور هاني؟ معلش انا اسف اني قطعتك يعني. لا يا فندم اتفضل. انتوا المصريين كتير وسواء كان في يعني راي عام او مفكرين او مثقفين او اعلاميين يقول لك انتوا وديتوا الفلوس فين؟ مش كده؟ بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كانش عندي خيارات تانية ان احنا نسيب بلدنا كده وتبقى يعني تخرب. لا احنا كنا نعاني يا دكتور مصطفى من انفاق عالي جدا زي كده من الحكومه ومن الدوله في سبيل ان البلد دي تعيش. ولا انا فانا كان يعني انت قلت على ده فقط مش كده؟ طب ما رشيد كام؟ ماخذ رشيد بال 150 كيلو ومحطات الرفع بتاعته. ده الدكتور شاكر عايز للمحطات محولات الكهرباء 50 مليار يا دكتور. 50 مليار جنيه بس للمحولات بتاعتهم. مش كده ولا انا؟ يا جماعه احنا عملنا حاجه يعني اقتصادياتها مش بس ما فيش خيار لدوله تانية، يا نعيش يا نموت بقى. طيب اذا سمح لي الرئيس بالتعليق على الكلام فندم، اسهل حاجه على سيادتك، لا مش على سيادتك، اسهل حاجه على اي حد كان يجي يقول بدل ما نصرف ال 190 مليار دول على الميه اللي هنوصلها لمشروع مستقبل مصر، او ال 50 مليار اللي هنعمل بيهم المحطات بتاعه الكهرباء بتاعه رشيد اللي طلبهم الدكتور شاكر، بدل ما نعمل كل ده يلا بينا نروح نستورد بيهم اكل وشرب، نجيب شويه قمح على شويه لحمه على شويه فراخ على شويه لوز وجوز وبندق حلوين وماله عشان الناس تاكل مكسرات في رمضان ويعملوا خشاف. اسهل حاجه كان ممكن يتم اتخاذ قرار بشانها بدل ما ناخد الفلوس دي ونبني بيها البلد، يلا بينا نشتري بيها شوية أكل وشرب والناس تبقى فرحانة وسعيدة وتصفق وتضحك ونهيص ونقول يا سلام. ويا فندم سيادتك عارف إن ده كان بيحصل قبل كده، ولهذا الشكر حقيقي حقيقي نابع من القلب، لأنه سيادتك ما خدتش القرار شديد السهولة والنعومة واللي يرفع الشعبية في السماء، ولا هنسمع حد بينتقد ولا هنسمع حد زعلان ولا هنسمع، بس كان هيبقى سنتين تلاتة أربعة. فسيادتك خدت القرار الأسلم وصح 100%، وأنا هنا مش بقيم، أنا هنا ممتن. وأعود بكلامي لعزيزي المشاهد المواطن العظيم، تختار ايه؟ نجيب شوية بضاعة مستوردة ولا نبني البلد؟ خليني هنا اروح لدكتور نعيم صلحي رئيس مركز بحوث الصحراء السابق. اهلا بسيادتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ يوسف. اهلا بحضرتك يا فندم. فخامة الرئيس اتكلم على رقم محدد متعلق بالمشروعات المتعلقة بالري في هذه المنطقة، وهذا المشروع الزراعي الضخم ما بين مستقبل مصر واجمالي المشروع الا وهو الدلتا الجديدة، والرئيس ذكر ال 190 مليار. ايضا الرئيس في خضم الحديث اتكلم على الرشادة في استخدام المياه. ماذا لو لم نقم بمثل هذه المشروعات يا دكتور؟ طبعا خلينا احيي حضرتك على المقدمه اللي حضرتك. العفو يا فندم، ده شرف ليا يا فندم. الله يخليك. و يعني احنا دايما بنقول ما كان في استصلاح اراضي مثلا صحراويه زمان قوي، بس كانت معدلات بطيئه وكانت بتتوقف بتتعصر، وكلنا سمعنا عن تعصر المشروعات اللي هي استصلاح الاراضي.
في اللي اتعمل ده خلال الخمس سنين او السبع سنين اللي فاتوا ده في هذا المجال في قطاع الزراعه، يعني نقول يساوي مثلا 100 سنه فاتت الى هذا الحد. الى هذا الحد يا دكتور، احنا بتوع زراعه يا فندم ويعني معصرين، انا عمري 64 سنه، ربنا يدي حضرتك الصحه شباب، الله يخليك. فاحنا يعني شاهدين على مراحل كثيره من هذا الموضوع. لما نتكلم مثلا على ليه الدوله بتصرف الفلوس الكثيره دي قوي على استصلاح الاراضي في الصحراء وفي مناطق بعيده والكلام ده كله، ما نتكلمش على مشروع مستقبل مصر، ده بكوره لمشروع الدلتا الجديده اللي هو 2.2 مليون فدان، في بقى مشروع توشكا، مشروع العوينات، مشروعات في سينا، مشروعات في الوادي الجديد، مشروعات في محاور صعيد النيل اللي اتعملت الجديده، مشروعات ضخمه يعني. والرئيس دايما ما بيتكلمش على مشروع الا لما يتم افتتاحه، صح يعني، وكلنا متنبع علينا كده يعني كل الوزارات وكل الجهات الحكوميه بتشتغل في صمت وعمل دؤوب وبشكل متكامل ومنسق غير قبل كده. ليه؟ علشان في اراده قويه، في دفع بكل الجهود من الدوله، في توفير كل الامكانيات رغم التحديات اللي بنعانيها ورغم اللي حضرتك قلته، يعني كنا نروح نجيب شويه حاجات مستورده والكلام ده كله والناس تتبسط، بس الامتى؟ احنا عندنا فن التناقص في الاراضي الدلتا واراضي الوادي القديمه. اراضي الزراعه الخصبه اللي بتنتج بتتناقص، ليه؟ في تعديات وفي يعني حاجات كتيره جدا بقى لها سنين، فالنقص ده مين هيعوضه؟ طيب في الوقت اللي هو عدد السكان بيزيد وتطلبات الغذاء بتزيد وربنا يعني بيقول يعني حاجتين عشان تستقر، يبقى ايه؟ امنهم من جوع، ها؟ ايوه، يطعمهم من جوع وامنهم من خوف، وامنهم من خوف، مش كده؟ طبعا. فعلشان يبقى في استقرار في الوطن لابد ان يبقى في امن غذائي الاول للناس وتامينهم، وعشان كده الدوله المصريه قويه بايه؟ انها بتعمل مشروعات للامن الغذائي وبتعمل مشروعات لان الدوله تبقى قويه تواجه اي مخاطر. التحديات الموجوده عشان تبقى توسع في الزراعه بقى عند الميه، مشكله نقص الميه محدوديه، عشان كده التكاليف عاليه، يعني بجيب بدائل من الميه والصرف الزراعي اللي كان بيهدر لا بتم اعيد تدويره، طبعا عشان اعمل اعاده تدوير ومحطات معالجه ومحطات رفع وقنوات ري بالمئات الكيلو مترات والكلام ده كله احتاج تكلفه عاليه اللي هم 190 مليار ده في الدلتا الجديدة بس، ده غير محطة بحر البقر اللي هي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، صحيح. ده غير محطة المحسمة، ده في بند الري. مجال الاستصلاح كمان يعني أضيف كمان على الرئيس قالوا يعني استصلاح الفدان من ناحية زراعية عشان أعمل تسويات بقى وأعمل بوتات وشبكات ري والكلام ده كله، الفدان بيكلف له 250-300 ألف جنيه، 300 ألف جنيه الفدان يعني الواحد، إضافة ده غير بقى يعني تكلفة الطاقة، غير تكلفة، بس في سبيل ده أنا بعمل استقرار. ما هو الجمهورية الجديدة هتتبني إزاي إلا إذا كان في مشروعات عملاقة زي دي. إحنا مستهدف الرأس ألف خطته في 2014 استصلاح 4 مليون فدان، الكلام ده حقيقي والكلام ده صدق، يعني مش مجرد كلام ومش مجرد إشاعات. إحنا وزارة الزراعة يعني من خمس ست سنين ما بتنامش، تمام؟ لا الوزير ولا اللي مع الوزير ولا فريق العمل، علشان تقول عندي 4 مليون فدان، بندرس بنعمل دراسات على 8 و10 مليون فدان، دراسات عشان اطلع ايه الاحسن حته ارض، احسن حته ارض يعني ايه صالحه للزراعه. ناس بتطلع بقى من المراكز البحثية، مركز بحوث الصحراء، هيئة التنمية الزراعية، مركز بحوث زراعية، معهد الأراضي، الجامعات، كل الجامعات بيشاركوا معانا
في اجراء الدراسات والبحوث، يعني كان في وجوب لانه هذه الابحاث كلها تتعمل علشان نقدر نستصلح هذا الكم من الاراضي، علشان اقدر اامن كمان الزياده المستمره في اعداد السكان وبالتالي متطلبات السكان بالزبط في يعني جمهوريه مصر العربيه. بالظبط، احنا عشان كمان يعني نصيب الارض من نصيب الفرد من الارض الزراعيه كام؟ رطين على مستوى الجمهوريه يعني. ازاي بقى نزود ده؟ لازم نتوسع، لازم نستغل اي ارض صلاح للزراعه ونستغل كل نقطه ميه نقدر نوفرها. صحيح صحيح. علشان كده يعني الرئيس اتكلم على يعني انا بعظم وحده الميه او متر مكعب من الميه ده ازاي اطلع منه اعلى انتاجيه. اعلى انتاجيه ممكنه، صحيح. طبعا دي الرشاده هنا يعني في استخدام الميه. انا بشكر صحيح. يعني في استصلاح بقى الاراضي في كذا في كذا، لكن في جانب اخر وزاره الزراعه شغاله عليه ليل ونهار اللي هو بنطلع اصناف جديده. ايوه. مقاومه للظروف البيئيه المعاكسه وتغيرات المناخ، ملائمه للملوحه، لان الميه دلوقتي احنا بنستخدم ميه نوعيات مختلفه عن ميه النيل. فمش كل ميه النيل يعني هتكفينا ابدا. وبالتالي انا لازم ان انا استحدث طرق في كيفيه استخدام كل مصادر المياه المتاحه لدي. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور نعيم، كل الشكر دكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء السابق. زي ما قلت لكم يا جماعه كان سهل خالص على فخامه الرئيس انه الفلوس اللي موجوده نصرفها على شويه بضاعه زي ما تطلع بقى، اكل شرب، على شويه موبايلات، على شويه عربيات، ونظبط الدنيا والناس تبقى مبسوطه و100 فل و14. وسنه ورا سنه نكتشف ايه؟ نكتشف انه كانت القصه كلها فنكوش. ما هو ده اللي حصل لنا من حوالي 12 13 سنه، اكتشفنا ان احنا على الابيض، اي كلام في اي كلام، سكة حديد كانت حالتها تعبانة، أرض زراعية متأكلة، بيوت مش مكفية الناس، مفيش فرص عمل، تضخم مخيف، معدلات زيادة، معدلات بطالة متزايدة، عشوائية، كل حاجة. البلد ما كانش بيتضرب فيها مسمار إلا إن إحنا من وقت للتاني لازم نروح عامل لنا حاجة كده فتبقى وردة ظريفة في عروة الجاكيت. الرئيس السيسي ما بيشتغلش بالطريقة دي الحقيقة خالص، بل بعكسها بالكامل. مش مهم الوردة في عروة الجاكيت، مهم تبقى الجاكيت موجودة. ما احنا ما كانش عندنا جاكيت، احنا كنا تقريبا بنستلف جاكيتات، بنستلف من الداخل وبنستلف من الخارج وبنصرف على الاستهلاك وما بنبنيش حاجة. زي ما يجي واحد يقول لك وكان لازمته ايه طريق الضبع في وسط الصحراء؟ لا، الحقيقة كنا هنعمل المشروع ده كله وبعد كده ما نعرفش ازاي نوصله. يعني نقول لي هنعمل مشروع الضبع، طب انا هوصله ازاي؟ لازم طريق. طب ولما هزرع هطلع الحصلات دي ازاي؟ لازم طريق، لازم طريق. وعاملين الطريق واسع ليه؟ عشان في اجيال جايه بعد ما احنا كلنا هنروح، في اجيال تانيه جايه، عيالنا واحفادنا واولاد احفادنا الى اخره، احنا مش هنبقى موجودين. ما هو يا يدعوا لنا يا يدعوا علينا، والاختيار دايما في ايدينا احنا، يا نشتغل يا ما نشتغلش. ينسب لهم بلد كبير وعنده القدرة، ينسب لهم بلد طول الوقت خاضع خانع لأنه خايف فلان ما يديليش قمح، وعلان ما يديليش زيت، وترتان ما يديليش درة، وهلم جرة. ما ينفعش. بلد كانت بتتبني تقريبا من الصفر. فاصل ونكمل الكلام. ان يجي حد في القطاع الخاص يقدر يخش يعمل مشروع زي ده بنفس المستوى ده ويقول لي انا هكلفه اقل منك. ده مشروع 3 4 محافظات كبار اتعملوا قبل كده في 200 سنه، ده بعمله في 3 4 سنين. اللي عملته كان لابد اعمله، ما بزرعش على ميه مطر، انا بزرع على مية منقولة، بس ما فيش خيار لدولة تانية، يا نعيش يا نموت بقى. ده
ده نقاش اتحدى بيه اي احد، ان يجي حد في القطاع الخاص يقدر يخش يعمل مشروع زي ده بنفس المستوى ده ويقول لي انا هكلفه اقل منك. لا، انا هنا انا بحيد فكره ان هو مش معاه قدره ماليه ولا معهوش، لا لا لا، انا بتكلم انك انت النهارده الناس كانت بتعمل مشاريع ما يعملوش طريق، ما يعملوش يا دكتور، لكن انت النهارده جاي تقول لي بتعمل طريق 10 حارات طوله 250 260 كيلو لغايه العالمين عشان كل الاراضي الزراعيه اللي واقع على الطريق تتخدم بيه. وفي هنا شبكه طرق اتعملت جوه المشروع بتاع مستقبل مصر بشغلها دلوقتي طبعا. عشان تخدم على نقل داخل الكميات الضخمه دي. بقول لكم يا جماعه قد ايه مشروع ثلاث اربع محافظات كبار بيتعملوا اللي اتعملوا قبل كده في 200 سنه. اللي اتعملوا يا محمد في 200 سنه، انا بعمله في 3 4 سنين، سواء كان كهربته او طرقه او الترع بتاعته او اي نظم اخرى محتاجينها. الرئيس استخدم لفظ ومصطلح انا اشوفه موفق الى ابعد الحدود، اتحدى. والحقيقه انه الرئيس كما جرت العاده هو قد التحديات اللي بياخدها. ليه؟ احنا يا جماعه خلينا بس نبقى منطقيين كده، هو احنا قبل كده عمرنا سمعنا احنا ان شاء الله هنعمل كذا، ان شاء الله هنعمل كذا، ان شاء الله هنعمل كذا؟ اللي هي من الاخر كده دوله الكلام، كلام، ما كناش بناخد غير كلام. احنا في العشر سنين اللي فاتوا الجمله اللي بنسمعها مختلفه جدا، الحمد لله عملنا كذا، الحمد لله عملنا كذا، بامر الله عملنا كذا، عملنا. فبنروح نفتتح، مش بنروح نقص شريط الافتتاح وطبطين ولوحة رخام وبعدين هو تسمع بقى صفير الرياح. هو دي حاجة مهمة جدا، ما بين الهو وما بين الواقع. امتى حضرتك قبل 2014 اتقال لك افتتاح ولقيت واقع ما، لقيت صورة زي دي؟ امتى؟ ما حصلش. ده بقى شاهد عيان بني آدم. واشتغلت الشغلانة دي سنة 98. إلا عمري ما شفت حاجة حصلت. إن شاء الله. وبعدين وقص شريط الافتتاح واللوحة الرخام الحلوة والطوب اللي لونه بامبي ده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين بقى اللي يعرف أبويا يروح يشتكي له، قول له ده ما عملوش. هتشتكي لمين؟ شكوى لغير الله مذلة. من 14 لحد اللحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها دلوقتي حالا دي، كل شيء مصحوب او بيفتتح دائما بجملة الحمد لله عمل، الحمد لله عملنا مشروع الصوامع، لا الصوامع قايمة وشغالة، الحمد لله مستقبل مصر قايم وشغال، الحمد لله توشكا اللي كان تقريبا يعني بيروح او راح، فعملنا له احياء من اول وجديد زي ما بيتقالك كده فروم سكراتش تقريبا، يعني مش عايز اقول 100% بس فروم هو فعلا كان فروم سكراتش. صوامع، زراعة، وبعدين الحاجة تشوف هنا فيها التكامل، يعني أنا بزرع وبعمل الصوامع، أنا بدور على الغاز وبعمل مجمعات الإسالة، أنا بعمل الطرق علشان، وزي ما الرئيس واضح جدا في الكلام قال كان لازم كل الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي هذا الطريق تستفيد من الطريق ده، ولازم كانت عملت شبكة طرق داخلية علشان نقدر نحمل الكميات المهولة دي علشان تطلع. هنا بقى بالمناسبة في دور مهم ملقى على عاتق القطاع الخاص، الاستثمار الخاص، رجال الأعمال. إيه هو؟ الدولة عملت ده، وزي ما قال الرئيس كده محدش كان هيعرف يعمله بتكلفة أقل من اللي احنا عملناه وأتحدى. حلو؟ مين بقى اللي هيقدر يشتغل بعد كده؟ هنا بقى الكرة أصبحت فين؟ الكرة في ملعب القطاع الخاص. يلا يا جماعة بقى مصانعكم للتصنيع الغذائي والزراعي، يلا يا جماعة بقى شركات شركات النقل المبرد، يلا بينا يا جماعة شركات التعبئة والتغليف، يلا بينا يا جماعة محطات التصدير، شغل بقى. أنا عملت لك اللي
الارض واستصلحناها وزرعناها وادينا لها الميه والميه موجوده، ادي واحد. الطريق اتفضل، الشبكه الداخليه اتفضل، الطاقه اتفضل، الدوله عملت اللي عليها، يلا العب خلاص، كرة عندك بقى كمل، صنع وجمد وبرد وعبي وصدر وهيص، اكسب. الدولة اجابتها لك، يعني يقول لك اسمه يقولوا ايه، لوزة مقشرة باين حاجة كده، هي دي مقشرة زي ما يطلع بقى، لوزة جوزة مش دي قصة، بندقية اي حاجة، هي مقشرة. اتفضل استثمار، يلا يا جماعة مستثمرين اشتغلوا. احنا بنتكلم على انه كل ده بيحصل واحنا بنشتغل على الانفاق الرشيد ده من ناحية، منتهى الحكمة، مفيش حاجة من غير دراسة بالمناسبة على الاطلاق. وفي ظل كل ده عندنا الحقيقة 9 مليون ضيف منورنا في العندي قبل العندي على راسنا، بس بنتكلف عليهم 10 مليار دولار. معايا على التليفون خبير الاقتصادي وخبير خبير الاقتصاد السياسي الدكتور محمد شادي. يا اهلا 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 بحضرتك استاذ. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ تمام والله. صوتك وحشنا ورؤيتك وحشانا اكتر. حضرتك اكتر والله. الله يخليك. الرئيس النهارده اتكلم يا دكتور على مجموعه من الارقام، واتكلم زي ما يقولوا كده ايه بالمفتشر، احنا كان لازم نعمل الطرق بالطريقه دي، وكان لازم نعمل شبكات طرق داخليه بالطريقه دي، وكان لازم نستصلح بكده، ولازم كنا نعمل الميه بالتكلفه دي، وكنا لازم نعمل الطاقه بالطريقه دي، وكان لازم وكان لازم وكان لازم. وفي نفس الوقت الرئيس اشار انه كل ده وفي اطار وجود كمان عندنا 9 مليون ضيف، هم كمان عندهم استهلاكاتهم المائيه، بنتكلم في حوالي 4.5 مليار متر مكعب تقريبا، بنتكلم على ماليا يكلفون اقتصاد الدولة ما يقترب من 10 مليار دولار. كيف ترى مشهد اليوم في ظل تصريحات الرئيس؟ طيب هو يعني المشهد بس كان بيقول يعني لأصدقائنا اللي بيتكلموا دايما انه البلد دي ما بتعملش فيها غير طرق، انه البلد دي بتعمل فيها طرق واشياء اخرى. لسه طويلة زي ما حضرتك قلت كده، من المشروعات بتتنافس في منطقة واحدة علشان تخدم على مشروع واحد، ولازم يكون من ضمنها الطرق. وهتلاقي حضرتك الرابط بين المشروعات القوميه كلها، وانا مش قصدي المشروعات القوميه الصغيره، انا قصدي المشروعات القوميه الكبرى، المشروعات القوميه الاساسيه اللي اصلا الحكومه بتتحرك، او مش الحكومه كمان، الدوله بتتحرك علشان تخدم عليها. هتلاقي الرابط ما بينها ببساطه للغايه يعني هو مجموعه الطرق اللي الناس بتتكلم عليها. وعشان كده هي دايما يعني عارف حضرتك ايه، مثلا الراجل اللي في اسكندريه مثلا يعني شاف الدلتا الجديد، الراجل اللي في شرم الشيخ شاف شويه قرى سياحيه جداد، الراجل اللي في اسيوط او اسوان شاف مصانع مثلا بتاعه السكر والسد بتاع اسيوط الجديد والكلام ده. كل واحد من دول شاف ده ومعاه الطرق، فبالتالي الناس كلها بقت شايفه الطرق على ان هي القاسم المشترك الاكبر، وبالتالي بدات تاخد اكبر نوع من انواع الضغوط يعني. وده طبيعي لانه الطرق هي الشريان اللي بيوصل الدم بين الاماكن دي كلها، يعني تخيل حضرتك كده دلوقتي هي اللي بيوصل الدم بالرجل بالايد بالدماغ، وبالتالي كان لازم تبقى على 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 طول الطريق، قصدي على طول الاقليم المصري وعرضه، علشان نقدر نوصل المشروعات بتاعتنا دي بعدها. وحضرتك لما تيجي تبص بقى بدل النظره الضيقه اللي احنا بنبص لها من تحت دي، لو طلعت كده نظره طائر محلق من فوق يعني، هتلاقي ان المشروعات الزراعيه دي الرابط ما بينها هو الطريق، مشروعات الاتصالات والبنيه التحتيه بتاعتها والتحول واللي بتتعمل عشان التحول الرقمي اللي رابط ما بينها الطريق، مشروعات الطاقه ونقلها سواء بقى غاز او بترول او كهرباء اللي رابط بينها هو الطريق، مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر وربطه بمحطات انتاج الطاقه المتجدده اللي رابط ما بينها هو الطريق. وبالتالي الطريق جاي يخدم على كل المشروعات دي، لانه انت ممكن يعني 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 يبقى عندك شويه جزر منعزله ما لهمش اي علاقه ببعضهم اصلا، لا يستقيم اصلا وجودهم
مع مفهوم الدوله دي معناها ان انا اقدر اوصل من اي مكان لاي مكان بسهوله منقطعه النظير، حتى بلاش عشان اصنع ولا بلاش ولا 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 عشان اعيش ولا عشان ازرع، لا عشان اعرف ادافع عن المكان ده. تخيل حضرتك كده لو انت دلوقتي يعني كنا تعرضنا مثلا لا قدر الله يعني الغزو كده من ناحيه الشرقيه مثلا من عند رفح كده، القوات بتاعتنا عشان تعدي بس للي جاي ده، تعدي من القاهره كده تروح سينا تاخد قد ايه وقت؟ ده مش بس كده يا دكتور، وانت عارف اكتر مني مليون مره، يعني انت الخبير وانت المتخصص، هو جزء كبير من قوه وقدره الاقتصاد الامريكي قايمه على شبكه الطرق اللي بتربط امريكا شمالا وشرقا وغربا ووسطا الى اخره. يعني اي حد يقدر يروح اي حته داخل الولايات المتحده الامريكيه من الساحل الشرقي للساحل الغربي بالعربيه. بس كده، عشان كده دايما يقولوا حرفيا الاقتصاد محمول على جانبي الطرق، الاقتصاد محمول على جانبي الطرق، اي حاجه عاوز تشغلها ودي لها طريق، اي حاجه في الدنيا عاوز تطورها ودي لها طريق، اي حاجه في الدنيا من غير طريق ملهاش لازمه. بس انا بس بقول لحضرتك النهارده، انا بس مش عاوز اتكلم على الطريق اكنه طريق الحاجه الوحيده اللي بتتعمل. صحيح حضرتك شفت النهارده يعني بنيه تحتيه وفوقيه وانتاج زراعي طالع، يعني حضرتك شفت النهارده الانتاج بعينيك. الكلام دوت بيقول لنا انه البلد دي شغاله رغم كل الازمات اللي بتتعرض ليها ورغم كل الضغوط اللي بتتعرض ليها. ده مدخل لسؤالي او للدكتور محمد شادي كخبير في الاقتصاد السياسي. انا عندي روسيا واوكرانيا، وعندي ما يحدث في فلسطين، وعندي أزمات قد تكون مرتقبة ويتمنى أنها ما تحصلش ما بين الصين وتايوان، وعندي ما يحدث البحر الأحمر وما يحدث في السودان، وعدم استقرار بالشكل الكامل غربا في ليبيا، يعني نتمنى أن هو الاستقرار يبقى كامل وتتعافى مؤسسات الدولة بنسبة 100%. عندي طول الوقت بؤر احتقان سياسي، أنا محاط شمالا شرقا غربا جنوبا إلى آخره، إضافة لوضعي ودوري المركزي في سياسات المنطقة. هل كان من الممكن أن تستقيم الأمور دون خطة اقتصادية عملاقة بهذا الشكل؟ الخط ده اترسم ولغاية وأنا بكلم حضرتك دلوقتي مفيش دبانة عدته. صحيح. ليه؟ علشان كان في جيش بيتسلح، نفس الجيش ده اللي كان بيتسلح برضه هو نفس الجيش اللي بيحمي المقدرات المصرية دلوقتي في البحر المتوسط من الغاز، وهو نفس الجيش اللي دلوقتي مانع بشكل كبير جدا اي اعتداء من الجانب الشرقي. لو ما كانش عندنا دلوقتي الجيش اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده ده، كنا ربما خسرنا الاراضي الفلسطينيه للابد، كنا شفنا الاشقاء الفلسطينيين جوه سيناء متهجرين حرفيا. هو ايه اللي مانع الاسرائيليين ان هم يعني 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 يدخلوا ويزيحوا الدنيا كلها ويصدروا لنا المشكله احنا؟ هو الجيش اللي كان بيتسلح وكان بيبني خط الجمبري وخط المكرونه والكلام ده. وبالتالي انا اللي اقصد اقوله هنا ايه؟ انه ربما احيانا كتير جدا ده على اقوالهم هزلا، يعني لانه في النهايه خالص الجيش هو أيوة الجيش. ده أنا الجيش ساهم في الاقتصاد او بالادق هو كان بيحمي العمليه الاقتصاديه المصريه بجانب حمايته للحدود المصريه وخلق قوه ردع حقيقيه. اللي انا عاوز اقوله ايه ان انت وانت دلوقتي قاعد واحنا عاملين بنتكلم في يومها وانت عمال تقول لي انت بتسلح الجيش ليه؟ صدقني انت ما كنتش شايف. انا كنت شايف كاداره انه انا هيبقى عندي تحديات ضخمه للغايه، يعني احنا مش هنبقى قادرين نحافظ على الدوله المصريه في صورتها اللي احنا شايفينها دلوقتي دون وجود هذا الجيش. وده يقول لحضرتك ده ملف واحد، ده يقول لحضرتك انه الانتظام بقى في الباقي. انا عاوز بقى انا برضه هاخد حضرتك لملف تاني بسيط جدا بعيد عن الموضوع ده خالص. أيوة. عشان بس انت تعرف عشان الناس تبقى فاهمه حسن الاداره عامل ازاي، او يعني على الاقل خالص الاداره المنظمه عامله ازاي. تخيل حضرتك كده في بدايات كورونا الصحف العالميه كلها كانت بتقول ان مصر هتشهد تفشي وبائي ضخم، هتشهد ما يشبه الجائحه. انا اتذكر كده جدا طبعا اتذكر، وهنشوف جثث مصريه مرميه في الشارع. ده اللي احنا شفناه في الاول. انا بقى مش عاوز اقول لحضرتك بقى ان مصر بدعت ومصر عملت ومصر لا، سيبك من كل ده. النتيجه ده التوقع بتاع المؤسسات اللي دارسه اللي فاهمه. لما نخرج من ان من الـ من الـ من الـ من, الـ من الوضع ده بانه عندنا اقتصاد عمل معدل نمو 3.6%، ما حصلش عندنا تفشي وباء، نفترض انا بقول انا بدي حضرتك افتراضات جدليه عشان بس ننهي الكلام. الناس كانت بتقول ان مصر ما بتطلعش الارقام الصحيحه، نفترض ان ده صحيح.
احنا مجمل الوفيات عندنا الارقام بتقول ان هم حوالي 50,000، خلينا نقول ان مجمل الوفيات عندنا 400,000. حلو الكلام؟ نقول كده. تخيل بقى كده انه الهند مثلا مات فيها كام واحد بسبب التفشي الوبائي اللي حصل. الصحف الاجنبيه كانت بترصد الوفيات الهنديه في الشارع، الناس بتموت في الشارع من كتر من بسبب انهيار النظام الصحي. وليه هبص على الهند؟ طب ما انا ابص على الولايات المتحده الامريكيه، الكارثه اللي تسببت فيها كورونا على مستوى البنيه الصحيه او مؤسسات الصحيه في امريكا وانكشفت امام العالم، ومن ناحيه تانية كارثه اقتصاديه اخرى خدت قرار بعد كده امريكا انها تدفعنا الثمن خلال بعد كده سنين، اهو بقى لنا يجي 4 سنين بندفع اثمان لاجل دعم الاقتصاد الامريكي، حاجه كانت مؤسفه يعني بتدفع العالم هذا الثمن. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وفي انتظار انك تنورنا قريب دكتور محمد شادي الخبير في الاقتصاد السياسي. صحيح اللي قالوا حاجه مهمه جدا، مساله ان هم قالوا في الكورونا بقى ان احنا خلاص رحنا ومش راجعين. تخيل انه هذا العالم ومؤسسات كتير وجرايد كبيرة ومجلات مذهلة مذهلة هي اللي كتبت تاني مصر حققت معدل نمو 3.6 فأصبحت من عدد قليل جدا على، بالمناسبة هو الدول اللي حققت معدل نمو إيجابي للاقتصاد بتاعها في العالم خلال فترة الكورونا أظن لا يتعدى 10 دول، وإحنا كنا تقريبا في المركز الثالث أو الرابع على مستوى العالم، يعني أظن كان الثالث كمان أظن ذلك. 3.6 بعد ما قالوا إن إحنا خلاص بالسلامة، أوفر اللقاحات لكل الناس بعد ما قالوا مصر مش هتعرف تعمل حاجة، يا نهار أبيض. الأمريكان هم اللي ما عرفوش يعملوا حاجة، الأمريكان هم اللي انهارت المنظومة الصحية عندهم، أما إحنا كنا العكس تماما تماما. والدليل أنا وإنت، المسألة مش كلام جرايد، والمسألة مش مذيع بيقول كلمتين على التلفزيون زي ما الناس بتحب تقول، لا 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 خالص، المسألة أنا وإنت. إحنا عايشين في 2020 21 22 23 24. بصوا يا جماعة، أنا من أنصار حاجة مهمة جدا، اللي عاوز يشوف هيشوف، اللي مش عاوز يشوف هنعمل له ايه؟ هتقول وهتعيد وهتزيد وهتطلع الفيديوهات وهتطلع الصور وهتقول الحقائق وهتقول الارقام، بس هو مش عاوز، هو مش عاوز. جزء من ده بقى انه يعني وكأنه يتحدى نفسه بان هو دائما صح، ورافض تماما انه يعترف بانه كان على خطأ. مش هقول لك بس الاعتراف بالحق فضيلة، لا، الاعتراف بالحق هي شيمة البني ادم اللي عنده عزة، اللي عنده احترام لذاته. انك تعترف بالحق حتى وان كنت انت المخطئ، اعترف، مش أزمة. القيامة مش هتقوم بسبب اعترافك، القيامة كده كده هتقوم علينا كلنا في يوم من الايام، شاهدناها ما شاهدناهاش، لكن قادمة قادمة حق، لكن مش هتقوم عشان حضرتك بتعترف بالحق. اعترف ان انت كنت غلطان، اعترف ان انت تشددت في وجهات نظرك. في النهايه خلاص ده مش امر متعلق بالمبادئ يا جماعه، هو انتوا ليه بتخلطوا ما بين المبدا والموقف؟ ما نخلطش ما بين المبادئ والمواقف، المبادئ ثابته ولا تتغير، المواقف عادي. تقييمك للموضوع بيختلف، هو انت عايز تقول لي ان تقييمي وتقييمك لامر ما واحنا عندنا 15 سنه هو هو نفس تقييمنا ليه واحنا عندنا 30؟ او احنا بعد كده عندنا 40؟ أو ثم وإحنا على مشارف الخمسين؟ أكيد تقييمنا بيختلف. تعال أخدك على تقرير، من تقرير أنا عايزك تشوفه كويس جدا، حول تنظيم اتحاد القبائل العربية للمؤتمر الأول. اتحاد القبائل العربية اللي ملوش علاقة بالسياسة خالص، اتحاد القبائل العربية اللي مش هيتحول لحزب، لأنه احنا بنتكلم على اتحاد للقبائل العربية في سيناء وفي الصعيد وفي مطروح وفي أي مكان في قبائل عربية موجودة داخل القطر المصري كجزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، ودول مواطنين عاديين زينا كلنا، لا نختلف عنهم ولا يختلفوا عننا، لا لهم حظوة علينا ولا لنا حظوة عليهم خالص. هم أعضاء في الأحزاب وإحنا أعضاء في الأحزاب لمن يريد أن يمارس العمل السياسي.
اللي دخلوا احزاب وعاوزين يبقوا ممثلين جوه البرلمان، خاضوا الانتخابات، حصلوا على الاصوات اللازمه، اصبحوا موجودين ده تحت قبه البرلمان المصري بغرفتين، سواء اذا كان نواب او شيوخ. الناس كل همها انها تبني البلد. مين اللي هيزعل من بنى البلد؟ مين اللي هيزعل من التنميه؟ محدش. المفروض تاني انه محدش. اتعمل هذا المؤتمر الاول حقيقه، وكان مؤتمرا ناجحا، كان في حضور كبير، لان هم الحقيقه حرصوا جدا على دعوه شخصيات عامه وسياسيين وبرلمانيين وصحفيين ومذيعين، والناس قالت بمنتهى الصراحه يا جماعه نحن نقف ونساند وندعم الدوله المصريه في اعمال التنميه في كل المجالات. هتيجي تقولي بس هم قالوا والمجالات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، هقول لك ايوه يا حبيبي، ما هو مش حزب ومش هيتحول لحزب، الناس دي مواطنين، في منهم اللي عضو في حزب وفي منهم اللي مش عضو في حزب، في منهم من يمارس العمل السياسي ومنهم من لا يمارس العمل السياسي، في منهم من هو ممثلا عن دوائره في البرلمان وفي منهم من هو لا يمثل احد في البرلمان، يعني ناس مصريين. عاوز تصنفهم ليه؟ مين اللي عاوز يصنفهم ده؟ بنشوف سينا زي اسيوط، شمال سينا وجنوب سينا زي اسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد واسكندريه والغربيه، محافظات مصريه، مواطنين مصريين. متحدث باسم اتحاد القبائل العربيه، كاتب الصحفي طبعا كبير والمعروف سياده النائب مصطفى بكري، قال الاتحاد يا جماعه بيأكد انه واقف مع الوطن، واقف مع الدوله. الاتحاد هو يد وسند لهذا البلد، لهذا الشعب، جزء لا يتجزأ منه. الهدف هو تحقيق تنمية. الاتحاد واقف خلف القيادة السياسية، واقف خلف الجيش، واقف خلف الشرطة بمنتهى البساطة، لأنه جيش جمهورية مصر العربية وشرطة جمهورية مصر العربية. أستاذ مصطفى بيقول الفترة اللي جاية هتشوفوا مشروعات وحاجات تنموية وفي مناطق مختلفة وفي ربوع الجمهورية، جهد مشترك لرجال أعمال مع الدولة. مين يكره ده؟ أقول لك سيبك من اللي يكره، شوف التقرير. إن هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر التأسيسي الذي عقد في مدينة السيسي بمحافظة شمال سيناء، وهو المؤتمر الأول، وبالتواصل مع المحافظات المختلفة تمهيداً لعقد المؤتمر الشامل في وقت لاحق ولدراسة المقترحات الجماهيرية وسبل تنفيذ أهداف هذا الاتحاد على أرض الواقع. إن الفترة المقبلة سوف تشهد نشاطا مكثفا للاتحاد على كافة الأصعدة التنموية والاجتماعية والفكرية، بما يدعم المشروع الوطني الذي يحقق الكثير من الإنجازات والأهداف واستقرار على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نجتمع لتوضيح دور الاتحاد في الفترة القادمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، لنؤكد بأن هذا الاتحاد ما هو إلا تجمع أهلي ووطني يضم أبناء القبائل العربية، يهدف لتوحيد الصف ودمج الكيانات القبلية في إطار واحد. لقد لعبت القبائل العربية دورا تاريخيا منذ العهود، ولا تزال في حماية الكيان الوطني خلف القوات المسلحة والشرطة، حريصة على سلامة الدولة ومؤسساتها وثوابتها الأساسية. هذا الجمع الكبير وهذه الآلاف المحتشدة تقف اليوم لتقول أننا مع دولتنا، مع وطننا، مع قيادتنا، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا الوطن العظيم الذي يقف شامخاً بمؤسساته، بقيادته، بجيشه، بشرطته،
إنما يبعث رسالة للعالم بأسره أن مصر ليست لقمة سائغة لأحد، وأن أحداً لن يستطيع أن ينال من هذا الوطن، وأن خيار الشعب المصري هو خيار أصلي ووطني وعروبي. احنا عندنا وزارة اسكان والله العظيم ما حصلتش بجد، يعني لأسباب عدة، يعني يمكن وحضراتكم شفتوا ده، احنا نزلنا كذا مرة شفنا مشروعات كتير جدا من اللي كانت بتنفذها الوزارة، شفنا يمكن أقرب حاجة، مش هقولك أقرب حاجة لقلبي، أقرب حاجة ليا على لا دي هنا كده بالنسبة لي يبقى اتجاهها قدام كده اهو، المشروع بتاع ماسبير وما إلى ذلك اللي اتعمل، الحقيقة العمارات، ورحنا حضراتكم اتفرجتوا معانا، يعني احنا كنا بنشوف زينا زي حضراتكم بنتابع ولفينا وطلعنا ونزلنا وتابعنا المشروع، ولا زال العمل مستمرا ولا زال التطوير مستمر وما إلى ذلك، حاجة تشرف، حاجة تفرح. ومن ضمن الحاجات اللي تشرف جدا الحقيقة واللي بتشتغل عليها وزارتنا وزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية هي مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري. وزير الإسكان بيتابع مجريات هذا العمل الضخم والعملاق والهام، احنا بنتكلم على مشروع كهرومائي كبير مهم في تنزانيا على نهر الرفيجي، بينفذه تحالف مصري لشركتين، المقاولون العرب، واحدة من شركاتنا الوطنية الكبرى والعملاقة إن لم تكن الأكبر، وسويدي إلكتريك، وهنا احنا بنتكلم على الشراكة مع الاستثمار والقطاع الخاص. معايا على التليفون مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا 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 بحضرتك يا فندم. أهلا ازيك يا باشمهندس عمرو، عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله ومتشكرين على المقدمة الهائلة. لا أبدا، لا شكر على واجب، ده احنا اللي متشكرين، يعني العكس بقى هو الصحيح، ده احنا اللي متشكرين جدا 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 على هذا الكم من المشروعات وضخامة هذه المشروعات وآليات التنفيذ، وأظن دايما احنا بنسلم قبل الميعاد زي ما بيتقال. الحمد لله يا فندم، وطبعا زي ما سيادتك تفضلت كده مشروعات ضخمة في مصر ومشروعات ضخمة خارج مصر الحمد لله في دولة تنزانيا، وده من المشروعات اللي دولة مصر بتوليها اهتمام خاص، وسيادة الرئيس بيتابعها بشكل مستمر مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اللي برضو بالمناسبة وزي مقدمة حضرتك هو الدكتور عاصم بيتابع المشروع بشكل يومي من القاهرة وبيزوره زيارات دورية كل شهر، بيطمن على الأعمال بنفسه مع وفد كبير من الشركتين ومع وفد كبير من قيادات الوزارة، وبيتم متابعه كل عمل ادق الاعمال في المشروع من حركه المشروع. طبعا هو مشروع ضخم يضم عده مشاريع، صحيح، مجرد سد عادي ولا مجرد منشا خرساني عادي، لا ده مشروع قومي بيوفر حمايه من اخطار السيول والفيضانات هناك في نهر الرفيجي، وفي نفس الوقت بيحافظ على البيئه الزراعيه والطبيعيه هناك، وبيولد طاقه كهربائيه اللي هتساعد اشقائنا في تنزانيا على التنميه. وسيادتك طبعا بتتابعنا باستمرار عارف انه حجم ضخم الاعمال، صحيح، فاحنا بنتكلم على سد بطول 1025 متر الحمد لله تم الانتهاء منه بالكامل، والسعه التخزينيه للبحيره دلوقتي وصلت 34 مليار متر مكعب، وبرضه بيضم محطة توليد طاقة كهربائية اللي هي إن شاء الله لما تشتغل بكامل طاقتها هتوفر 2115 ميجا وات بطاقة على جانبي النهر. وطبعا ده بيوفر إنه المحمية الطبيعية هناك الحمد لله استفادت بإن ما بقاش فيه فيضانات للنهر هناك، في نفس الوقت هيوفر بما إنه في جنوب غرب بمدينة دار السلام اللي هي العاصمة التجارية لتنزانيا، هيوفر لها الطاقة الكهربائية اللي هتساعد على التنمية في فترات سريعة جدا. وفي نفس الوقت برضو احنا الحمد لله عايز اقول لحضرتك انه في زيارة سيادة الوزير اليومين اللي فاتوا والنهاردة ليطمن على الانجاز، نسبة الانجاز سبقت البرنامج الزمني وصلت 97. ما انا علشان كده كنت بقول لك يا باشمهندس كل مرة بنسلم قبل الميعاد، بس المرة الجاية بقى حضرتك هتتوسط لنا عند الدكتور عاصم انه تاخدونا معاكم تنزانيا، لازم نشوف هذا المنجز طبعا العملاق والضخم والعظيم، واللي بيعكس قد ايه مصر دائما مخلصة في التعاون مع اصدقائها واشقائها وشركائها في افريقيا وفي اي مكان.
باشمهندس عمرو انا بشكرك بجد، والشكر موصول جدا لمعالي الوزير الدكتور عاصم الجزار، مشروع عظيم رائع عملاق، وده برضو بيوري لك ازاي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يخطط يرى ينظر يقدر قيمه الاصدقاء والاشقاء والشركاء دائما. كل الشكر مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان مصر. طيب تعال نطلع على فلسطين بقى. كل ما سبق كان الكلام الجميل الكلام الحلو بجد، يعني ده واقعنا اللي احنا بنعيشه في الداخل، في كل هذه المنجزات كل هذه المشروعات واللي دايما ليها انعكاسات، وبالمناسبة هي ليها انعكاس سريع دائما ومباشر على توفير فرص العمل وبالتالي التقليل من معدلات البطالة، وده واضح ولا أحد يستطيع إنكاره. الكلام اللي جاي هو الكلام الصعب، الكارثة الإنسانية اللي في فلسطين. هل هتحصل كارثة إنسانية؟ لا، هو في كارثة إنسانية وهي مأساة، مجاعة. خلاص احنا مقبلين في فلسطين على مجاعة بسبب إغلاق الجيش الاحتلال الصهيوني للمعابر ومحاولاته الدائمة لتوسيع العملية العسكرية. الاتحاد الأوروبي يحذر، متى يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء قرارا؟ متى؟ يعني هل يقدر الاتحاد الأوروبي ياخد قرار أو إجراء؟ هو أكيد يقدر. أبسط الإجراءات هي وقف التبادل التجاري ما بين الاتحاد وما بين دولة الاحتلال مثلا. يعني مثلا هل 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 المنظر ده، هل المشهد ده، طبعا ده بالإضافة للمشهد اللي أنا كنت بقول لك عليه امبارح، حالة النزوح منتهى التراجيديا التي لن تجدها في أي دراما ولا في أي مسرحية ولا في أي فيلم بالمناسبة، يستطيع أن يقدم لك مشهدا بهذه الواقعية وهذا الصدق. مئات الآلاف وهم ينزحون مشاة مشيا محملين فعلا بكل ما يمتلكونه من حطام الدنيا وحطام ما يمتلكونه. ما يمتلكه الشعب الفلسطيني هو الحطام، لكنه أيضا يمتلك الأمل، الأمل في ربنا سبحانه وتعالى، والأمل في أنه مصر مخلصة نزيهة قادرة في يوم من الأيام على أنها توصلوا لبر الأمان، ألا وهو مش بس وقف كامل لإطلاق النيران، وإنما أيضا لحل الدولتين بعاصمتها القدس الشرقية لفلسطين. الاتحاد الأوروبي لو عاوز يوقف تصدير السلاح، الاتحاد مش دولة ولا اتنين، يوقف تصدير السلاح لإسرائيل ياخد القرار. الاتحاد الأوروبي لو عاوز يوقف التبادل التجاري ياخد القرار، حتى لو هيوقف التبادل التجاري على مراحل، وقف التصدير ليهم ووقف الاستيراد منهم مراحل، اختار أنواع السلع والمنتجات التي تريد إيقافها كيفما شئت. ابدأ الأول بس بالسلاح. لا يجب أن يساهم الاتحاد الأوروبي بسلاحه أبدا في هذه الإبادة. معايا على التليفون من بروكسل دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل بي آي سي الدولي للبحوث وخبير الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير استاذ يوسف، تحياتي لك وللشعب المصري. تحياتنا ليك يا دكتور. يمكن الاتحاد بيحذر، ولكني اتساءل كانسان، اتساءل كمواطن عربي، اتساءل كصحفي ايضا، متى يتحرك الاتحاد بقرارات؟ عمليا الاتحاد الاوروبي الموقف لديه واضح ومتجانس تقريبا بعد الاسابيع الاولى من الحرب التي كان فيها موقفه داعما ومساندا للرواية الإسرائيلية. بعد تكشف الحقائق واتضاح بشاعة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم حرب مركبة في قطاع غزة، بدأت الدول الأوروبية وخاصة مؤسسة الاتحاد الأوروبي بالتصريح بدعوة نتنياهو لوقف هذه الحرب، إلى أن حددت في شهر يناير الماضي على لسان جوزيف بوريل بوقف كثير من العمليات التبادل العلمي بينها وبين إسرائيل. وصلت إلى أن بعض الدول وضعت قائمة لأسماء المستوطنين كتهديد لإسرائيل على القوائم الأوروبية السوداء
ومن ثم التهديد بوقف التبادل العلمي بين الجامعات الأوروبية التي تخضع لنظام إيرازموس الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الموقف الصلب لجوزيف بوريل الذي دعا عديد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية لمعاقبة نتنياهو ومعاقبة إسرائيل. الاتحاد الأوروبي وضع تهديدات كثيرة لدولة الاحتلال ونتنياهو فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات وعدم الإقدام على اجتياح رفح. شهدنا من خلال جمهورية مصر العربية مؤتمر احتضنته القاهرة للسلام، شاركت فيه أكثر من 13 دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي. شهدنا عشرات المسؤولين الأوروبيين منهم رؤساء وزراء زاروا معبر رفح والعريش للإطلاع على الحالة الإنسانية، ودائما كان لديهم مواقف صلبة. شهدنا كيف أن بلجيكا وإيرلندا وأسبانيا وحتى النرويج بدأت تفكر جديا وأعلنت أنها لديها نية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. شهدنا كيف أن دول الاتحاد الأوروبي شاركت إيجابيا في التصويت الأخير في الجمعية العامة كعقاب لإسرائيل. اليوم الشارع الأوروبي والاتحاد الأوروبي ونحن على أبواب انتخابات أوروبية عامة، أستاذ يوسف أؤكد لك أن الموقف الأوروبي الرسمي بدأ ينحاز إلى القضية الفلسطينية تحت ضغط الشارع الأوروبي، تحت ضغط الجامعات والساحات الأوروبية. عدالة القضية الفلسطينية وبشاعة جرائم دولة الاحتلال وتجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر فيما يتعلق بالحالة الإنسانية جعل الموقف الأوروبي أقرب للجاهزية لمعاقبة إسرائيل. ولكن للأسف ما نواجهه هناك صرف إسرائيلي كبير، نتنياهو يتلاعب بالمواقف، يتحدى حتى أحيانا السياسة الأمريكية الحليف الأكبر لإسرائيل، يضرب بعرض الحائط نظرا لمصالح حزبية مصالح سياسية داخل إسرائيل، ولكنه أيديولوجيا هو مجرم حرب، ينفذ سياسة، يتحايل على المجتمع الدولي، يهاجم تارة الأمين العام للأمم المتحدة وتارة يتهم جوزيف بوريل بالانحياز وهو مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. وشهدنا كيف أنه تملص حتى من المبادرة المصرية التي كان في الأساس موافق عليها لوقف إطلاق النار، وعندما وافقت عليها حماس تنصل من هذه المبادرة. الأمور تتطور للأسوأ بسبب عدم احترام نتنياهو لا للحلفاء ولا للمؤسسات الدولية ولا للجيران ولا حتى للقوى العظمى التي طلبت منه عدم اجتياح رفح. أشكرك جدا دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث BIC وخبير الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط. الخشية الحقيقية لدي أنه يكون الاتحاد الأوروبي يعني عمليا يصدر هذه التصريحات، وأنه إذا يعني صح التعبير يمكن اللي استخدمه الدكتور رمضان هو أنه أصبح هناك شبه انحياز لدى المواقف الرسمية في الاتحاد الأوروبي، لأن أن هناك ضغوطا شعبية وضغوطا طلابية، فيصبح الانحياز دايما مرهون بهذه الضغوط مش مرهون بالقناعة يعني، ودي حاجة تانية. طب ولو خففت هذه الضغوط يعني، ماذا لو أنه الطلبة لم يحافظوا على هذا الزخم؟ ماذا لو أنه هذه التظاهرات لأجل الإنسانية لم تحافظ على هذه الزخم؟ هل هيعيد الاتحاد الأوروبي نفسه إلى نفس ذات الموقف؟ ومش هقولك نفس ذات الموقف ألا وهو الداعم لهذا الاحتلال الصهيوني، لكن على الأقل أن يقف في موقف المتفرج والمشاهد. الاتحاد الأوروبي آن له أن يتحرك، الاتحاد الأوروبي تاني آن له أن يتحرك، وقف كل أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، سواء إذا كان بقى تعاون بحثي، تعاون في التصنيع، تصدير، استيراد، في السلاح بس الأول، ابدأ الأول بده وبعدين هيبقى حلها مليون حلال. بس نشوف موقف مش مجرد تصريح، موقف قرار. خليني أروح لفاصل وارجع بعد الفاصل. ممكن أقول لك إنه وطبقا للموقف المصري المعلن، إسرائيل هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية اللي حصل الآن في فلسطين، بل والمزيد من التدهور في قطاع غزة فلسطين. ده شق. الشق الآخر، مصر بقى هي اللي مسؤولة دون تصفية هذه القضية. خليني بعد الفاصل أرحب جدا داخل الاستوديو بصديقي العزيز جدا واللي أنا مقصر في السؤال عليه بقالي كتير، كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ علي سيد، أيضا ضيفنا العزيز وصديقي الدكتور محمد أبو سمرة المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال. استنونا.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. هل نسينا شيئاً وراءنا؟ نعم، نسينا تلفت القلب. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين. وتركنا فيك خير ما فينا. شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا. طيب، ده صحيح كانت سنة 71، أنا لم أعاصر عام 71 تحديدا، كنا على الهواء، بس يعني في نفس ذات الجبهة دي كنت فهمت منها أو فهمت عنها عن طريق أبويا بقى الله يرحمه. طيب خلوني، إحنا على الهواء بس كان في عندنا كلام كده، وكلام ده شجون زي ما بيتقال، يعني يمكن نستكمله جوه الحلقة، ممكن نستكمله بره الحلقة، مش دي المسألة. المسألة هي في المأساة الإنسانية اللي حاصلة على في فلسطين، على أرض فلسطين. مسألة هي في تفاقم الأوضاع المستمر وتدهورها، والمسألة في نفس الوقت هو الإصرار والإيمان المصري بأنه لن تتم تصفية القضية بأي حال من الأحوال. خليني أرحب بضيوفي الأعزاء جدا داخل الاستوديو، كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ علي السيد، منور، عامل إيه؟ شكرك، نورك. ويمكن دي حاجة رائعة بالنسبة لي، لأن احنا ما التقناش بقالنا حبة كتير، ودي أول مرة ليك معايا في البرنامج هنا هو. شرف يعني، يادي الهنا يادي النور. دكتور محمد أبو سمرة هو صاحب بيت، ده مما لا شك فيه، طبعا محللنا السياسي الفلسطيني الكبير، ويعني صاحب الرأي المعتبر والمحترم ورئيس تيار الاستقلال. منورنا يا دكتور. هبدأ بأنه مصر بشكل واضح تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية ومسؤولية المزيد من تدهور وتفاقم الأوضاع. إلى أي مدى يستطيع الاحتلال أن يتحمل هذه المسؤولية أمام العالم؟ الحقيقة أنه يعني منذ بداية الحرب والاحتلال بيمارس تطهير عرقي وإبادة جماعية واضحة، وكان من بداية الحرب واضح جدا أنه يمارس حرب تجويع، لأنه في البدايات خالص كان كل شيء مغلق تقريبا، وأنه كان من الصعب جدا إدخال أي نوع من أنواع المساعدات للفلسطينيين، وهم تعاملوا زي ما وزير دفاعهم قال احنا بنحارب حيوانات، واستخدم هذا اللفظ القميء يعني مع بدايات الأزمة، وبدأ يغلقوا كل المنافذ على القطاع. جاء دخول المساعدات بضغوط كثيرة جدا قادتها مصر، وتحول المعبر رفح إلى شريان الحياة للفلسطينيين المقيمين داخل هذا القطاع.
طبعا انت حضرتك تذكر انه اول ما بدات هذه الحرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا جدا، لانه ما كانش باين للناس ما هي اهداف الحرب، هم حددوا لكن مش دي الاهداف. قال لك تحرير الاسرى والتخلص من حماس والتخلص من حكم حماس لقطاع غزه، بس مش دي، انت هتدمر بقعه جغرافيه بالكامل من اجل هذه الاهداف. لا، الواضح تماما كان من البدايه هي فكره التهجير، كانت فكره ملحه، ولذلك مصر وضعتها خط احمر على لسان السيد الرئيس، ده كان الهدف الرئيسي والاساسي. فعندما افشل هذا الهدف ذهب الى الهدف الثاني، وهو تجويع الشعب الفلسطيني واجباره على انه لا يستطيع ان يعيش داخل هذا القطاع. وده المنهج اللي اتبعته الصهيونيه من زمان. بن غوريون له جمله شهيره جدا، سنقول للعرب ارحلوا وإن لم يرحلوا سنقتلهم، يعني يا إما تهجير يا إما القتل. هذه جملة مدام منشورة، يعني صحيح. أنا لا أقول شيء منشورة، على هو اللي كاتبها في مقالة في بدايات في الخمسينات يعني. فهذا نهج استمر، اتخذت مصر خطوات بناء على الخطوات اللي كانت تأخذها إسرائيل، وكان واضح جدا أنه مصر رافضة للتهجير، ثم رفض لتجويع الشعب الفلسطيني، ورفض لإبادة الشعب الفلسطيني بصورة واضحة. وده معناه الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية، أن تظل هذه القضية قضية قائمة. ومنذ سنوات طويلة جدا ومصر تقول أن أزمة الشرق الأوسط حلها الوحيد هو أن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود قبل 4 يونيو 67، وقبل حتى قبل أكتوبر. مصر كررت على لسان السيد الرئيس عشرات المرات، وكان دائما ابدا الرئيس بيتكلم في هذه المساله في كل المحافل الدوليه وفي كل المناسبات وفي كل لقاءاته، بيتكلم في ضروره حل الدولتين. صحيح. مصر الى حل الدولتين في الوقت اللي كانت مجمد كل شيء تقريبا عن القضيه الفلسطينيه، الى ان وصلنا الى انه مصر تحمل طبعا الجزء اللي عمل زلزال وفقا لوصف الاعلام العبري، انه مصر تنضم لجنوب افريقيا في القضيه في امام العدل الدولي. الاعلام العبري وصفه بانه ده زلزال ويستحقون هذا الزلزال، لانه ده جاي من مين؟ جاي من مصر. مصر بما لها من ثقل دبلوماسي وسياسي وقانوني، وهي البلد التي هي طرف رئيسي في كافة المفاوضات تاريخيا وحتى هذه اللحظة، أو حتى توقف كمان مسار المفاوضات. هنا عايز أرجع للدكتور محمد أبو سمرة. أنا أظن دكتور أنه من ضمن مهازل الواقع الإنساني والتاريخ الحديث ومجريات السياسة أنه يبقى يتم منح الحق لتشكيلات عصابية مسلحة بأن تأتي من قارة ما لتحتل أرض في قارة ما ويسمح لها بأن تطلق على نفسها اسم الدولة، فأصبح في عندي واقع مؤسف اسمه سلطة الاحتلال، اللي هو أصلا قائم على تشكيلات عصابية، مش دولة كانت قائمة، أتت الاحتلال دولة قائمة، بريطانيا تحتل الهند، لا، اللاشيء يأتي ليحتل أرضا ويقوم بإنهاء شعب قدر استطاعته. السؤال، متى يتحمل العالم نتيجة الكارثة اللي بدأها؟ طبعا احنا استاذ يوسف يعني هذا المساء يعني نحن في عشية الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية الكبرى. طبعا هناك مغالطة تاريخية لدى الكثيرين عندما يؤرخوا او يتحدثوا عن القضية الفلسطينية، الأزمة الفلسطينية، المشكلة الفلسطينية، المأساة الفلسطينية، تحدثوا عنها بدءا من عام 48، وهذه مغالطة كبرى. معاك الحقيقة، الحقيقة أن الأزمة والمشكلة والمأساة الفلسطينية بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وليس حتى ما يعني وليس في بدايات القرن العشرين، عندما حدث شيء اسمه التحالف الغربي الاستعماري الحديث، مع طبعا ما تسميه وما نسميه طبعا وما يسميه أيضا التاريخ العصابات اليهودية الصهيونية. تشكل شيء لدينا نحن في الأمة في المنطقة العربية والإسلامية اصطلح على تسمية اسمه علماء الاجتماع السياسي التحدي الغربي الحديث، وهو المشكل من شقين. الشق الأول التحالف الاستعماري الغربي الصليبي بين قوسين طبعا، والمتحالف مع الحركة الصهيونية العالمية التي طبعا أخذت مكافأة من هذا التحدي الغربي بأن يتم دفعها للاستيطان
في فلسطين المحتلة إعطائها جائزة. طبعا مشروع إعطاء اليهود وطن قومي في فلسطين تحديدا أيضا هناك مغالطة أخرى تاريخية يعتقد البعض أنه مشروع حديث وبدأ في القرن حتى بدأ في منتصف القرن التاسع عشر. الحقيقة أن أول من حمل على كتفيه مشروع منح اليهود وطنا قوميا هو المجرم الأكبر والمستعمر الأكبر نابليون بونابرت 1798. طبعا الحملة الفرنسية قامت على أكتاف أن يحقق نابليون بونابرت حلمه بإمبراطورية كبرى له في منطقة الشرق مقابل أن يدعمه اليهود ويعطيهم فلسطين جائزة لهم. لذلك كان معه بعض كبار حاخامات اليهود والمستشارين كانوا بيمولوا حملاته الجانب الآخر الحقيقة أن صناعة هذا الكيان وهذا جوهر المسألة هو بهدف كبير للغرب وهو استمرار هيمنة الغرب الاستعماري على المنطقة العربية والإسلامية. دولة وظيفية ولذلك هو كيان مصطنع وهو كيان. لذلك طبعا من هنا يعني نجد أن يعني حرص الغرب حرص أمريكا على إبقاء هذه العصابات حاكمة ومستوطنة في فلسطين. لأنه طبعا الغرب عندما جسد هذه العصابات ككيان سرطاني مجتمعي حي عام 1948 هو ضمن مسألتين مهمتين. المسألة الأولى استمرار تجزئة المنطقة العربية والإسلامية ومن ثم استمرار السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية ومعها أفريقيا ومعها آسيا. إذن المسألة هي أكبر من يعني كل ما يفعله الكيان هذا الصغير الهش. وكل بالمناسبة كل يعني كبار الكتاب والباحثين والمؤرخين الأمريكان والغربيين يتحدثون عن الكيان على أنه كيان هش قابل للكسر بكل سهولة. لذلك سارعت الولايات المتحدة والغرب بأكمله لإنقاذ إسرائيل من الانهيار الذي حدث والنكبة التي حدثت له يوم 7 أكتوبر/1 الماضي. طبعا القضية الأساس يعني انعكست على أن يعني بهذا المستوى من التوحش ليس فقط الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وضد يعني وضد منطقتنا العربية والإسلامية، توحش غربي وتوحش أمريكي. يعني ربما لا أفاجئك أستاذ يوسف، أنا أعرف أن حضرتك يعني من المطلعين بشكل جيد على الموضوع الفلسطيني وملف الصراع العربي الإسرائيلي. عندما أخبرك وأخبر المشاهدين الأعزاء أنه حتى اللحظة يوجد أكثر من 10,000 ضابط وجندي أمريكي يقاتلون إلى جانب العدو الصهيوني، و4,000 ضابط وجندي بريطاني وفرنسي وألماني. بل ربما يعني أختص البرنامج بمعلومة مهمة عرفتها من بعض الأصدقاء والإخوة والزملاء الذين اعتقلوا في سجون الاحتلال خلال العدوان، تم اختطافهم لبضعة أشهر ثم أطلق سراحهم، وبالمناسبة بعضهم موجود في مصر الآن. أخبروني أن يعني التحقيق معهم في بعض الأحيان كان يحقق معهم إما ضباط مخابرات أمريكان أو ضباط مخابرات بريطانيين، وضباط المخابرات الأمريكان أخبروهم نحن من المخابرات الأمريكية نحقق معكم في المواضيع التالية. طبعا هؤلاء ناس عاديين يعني لا يوجد لهم أي نشاط سياسي. الولايات المتحدة أعلنت بوضوح عن إرسال البوارج الأمريكية وحاملتي طائرات أمريكية. البريطانيين أعلنوا الأسبوع الماضي، البريطانيين أعلنوا بمنتهى الوضوح أن طائرات التجسس البريطانية قامت تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالكثير من العمليات. بل المسألة الأهم التي ربما يعني ليست سرا أن أمريكا أعلنت بشكل واضح وكان ذلك متصدر صحيفة واشنطن بوست أن المخابرات الأمريكية ساعدت المخابرات الإسرائيلية وجيش العدو في اغتيال مروان عيسى الرجل الثاني في رئاسة أركان حركة حماس. وبالتالي نحن يعني ما أريد أن الحديث عنه باختصار، طالما أن الكيان مشروع غربي إذن هذه الحرب التي نحن بصددها ويدفع الشعب الفلسطيني من دمائه ثمنا غاليا هي حقيقة هي حربا أمريكية غربية تنفذ على أيدي العدو الصهيوني. إذن هنا هستأذن أروح للفاصل، وإذن مصحوبة بأنه بعد الفاصل عايز أرجع لأستاذ علي السيد. هذا العالم يقف بجانب إسرائيل حتى وإن قال شفاهة أنه ضد الإبادة وإنه مع حل الدولتين، وأنا في رأيي دايما أن ده كذب. طيب
أنا مش من أنصار أنه يلا بينا نطلب من العالم يحللنا المشكلة، أنا من أنصار أنه أليست لدينا أوراق ضغط على هذا العالم تدفعه دفعا لإيجاد حلول كيفما هو من أوجد المشكلة بالأساس، إحنا أي هذه المنطقة. نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا وسهلا بحضراتكم، كل الترحيب بضيوف الاعزاء كاتبنا الصحفي الكبير استاذ علي السيد، وايضا دكتور محمد ابو سمره المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال. وقلت اذا اعود للاستاذ علي السيد بالتعبير المصري البلدي الرائج العامي العظيم اللي ولعها يطفيها، اذ امتى هنقدر او هل لدينا من أوراق الضغط والإمكانات لاستخدامها للضغط على إما الشمال في أوروبا أو الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يفعلوا هم ضغوط ما على الاحتلال نوقف بها هذا العدوان؟ يعني أنا طبعا بحيي الدكتور محمد على يعني إطلالته التاريخية، وأنا من عشاق التاريخ ونسبة عشاق كلنا بصراحة. كان في قبل الصهيونية كان في جمعية اسمها جمعية عشاق صهيون، أسست سنة 1882 وبدأت من روسيا. التاريخ مهم جدا جدا في مثل هذه الأزمات ومثل هذه المراحل. الحقيقة بالمرسون سنة 1940 بعد اتفاقية لندن له جملة شهيرة وله مراسلات بينه وبين قناص البريطانيين في القدس وفي تركيا. هو قال جملة مهمة جدا عشان نجاوب، قال إنه لابد أن ننشئ دولة تفصل بين مصر والشام حتى لا تتكرر أن يكون هناك وحدة عربية بالضبط، وألا تتكرر هذه التجربة. والصهيونية فيما بعد خدت هذا الكلام باعتباره أيقونة تستخدمه، باعتباره هو الخط الأساسي لبناء وتأسيس دولتهم، واستخدموا فيما بعد كل قادة الصهيونية عندما يذهبوا إلى التفاوض مع أي دولة. يعني هم على فكرة تفاوضوا مع الألمان على فكرة أنهم يكون لهم دولة، لكن وجدوا عند الإنجليز الاستعداد، لأن الإنجليز كانوا أكثر دولة تضرروا من محمد علي ومن الدولة المصرية لما كبرت واتسعت، كان هناك ضرر بالغ ودفعوا أثمان باهظة في عشان يعني في الحرب مع محمد علي وعشان يكسروا محمد علي، دفعوا أثمان بشرية وأثمان في كل شيء يعني. فهم أخذوا ده، ووايزمان بيقول إنه لما راح بريطانيا قبل ما يقابل بولفور كان ماشي في إحدى المدن يعني، فشاف المصانع البريطانية اللي بتعمل الغزل من القطن المصري، فتذكر هذه المقولة وعرف إنه من هنا نستطيع أن ندخل إلى الإنجليز. المنطقة في هذا الوقت كانت ممزقة، وفي بعض الأطراف العربية تعاونت مع الإنجليز على أساس أنهم هيساعدوهم في تكوين دولة عربية، وده أدى طبعا في النهاية إلى أنه يبقى في أطراف كثيرة قدمت خدمات للإنجليز، وفي الآخر الإنجليز باعوا الجميع. صحيح. وهم كانوا بيتفاوضوا مع العرب وعملوا اتفاقية سيكس بيكو، هم وعدوا العرب، مش كانوا بيتفاوضوا، وعدوا العرب رسميا في مراسلات مع شريف حسين ومحمود. طبعا المراسلات دي مشهوره، او كان كيتشنر قبله يعني، ده وعد رسمي بانه في دوله. اذا ما فيش خلاصه يعني الاطلاله التاريخيه السريعه جدا لان انا متعمق قوي في المساله دي الحقيقه، خلاصتها اذا ما فيش قوه عربيه قادرة على أنه تغير موازين القوة العالمية، فإحنا في هذا الوضع هنطول كتير. قوة عربية بأي مفهوم؟ أن تمارس ضغطا عسكريا ولا أن تستطيع ممارسة ضغوط اقتصادية سياسية؟ ضغوط اقتصادية وسياسية وضغوط مصالح وضغوط أشياء كثيرة جدا، لأنه أهداف الصهيونية ليست هي فقط فلسطين. صحيح. ما جاتش الصهيونية هنا وهي، لأن زرعت مجموعة أوهام كبيرة رسختها في أذهان المجتمع الصهيوني. كان في ناس طبعا معارضة جدا،
يعني كان في وزير بريطاني يهودي عارض بشدة، كان اسمه إدوين صومائيل في سنة 1917، وله جملة شهيرة أتذكرها: ذلك الشر الذي بذرناه على الوعد بولفور، احنا عملنا شر وسيدفع ثمنه غاليا. قال انه لا يجوز ان انا اكون مواطن بريطاني ومنتمي للصهيونية، اما ينفعش ابقى بريطاني لاني ولائي لابد ان يكون لبريطانيا. ده قاله في مجلس الوزراء البريطاني، يعني مش احنا هم كان في معارضين لفكرة الصهيونية لانها فكرة ضارة جدا. في النهاية الصهيونية قدرت تستخدم حاجات كتيرة جدا ووضعت فكرة انه شعب ارض بلا شعب، شعب بلا ارض، واعتمدت على افكار في الاساس جاءت من النازية. طيب. يعني نقاء العرق وغيره من كارثة، كل ده جاي من النازية. أنا, أنا, انا في رايي انه نتنياهو تفوق على كل شيطنة هتلر، يعني صحيح. خلاص يعني هتلر خرج بره المنافسة. صحيح. واذا وضعت ايقونة ما لاكثر من قام بمذابح ومجازر ومحاولات لإبادة الاعراق والشعوب فهو بالتاكيد بنيامين نتنياهو. هنا هرجع بسرعه لدكتور محمد ابو سمره قبل ان نختم او نختتم هذه الحلقه اللي مش عايزها تخلص بصراحه، لان انا من الناس اللي بتبقى سعيده جدا لما الاقي نفسي وقعت ما بين موسوعتين تاريخيتين، فانا سعيد سعاده غير طبيعيه. هرجع لدكتور محمد، مصر تبذل الغالي والنفيس لاجل عدم تصفيه القضيه دي باي حال من الاحوال، وضد التهجير القسري بل وضد محاولات التهجير الطوعي بادعاءات عليكم ان تنجوا بحياتكم ثم نعيدكم مره اخرى الى اخره، وبناخد خطوات على كافه الاصعده سواء كان الصعيد الرئاسي، الدبلوماسيه المصريه، الخ الخ الخ، ومؤسسات واجهزه تجلس على موائد التفاوض. نحتاج دائما، مش هقول لظهير، لكن نحتاج للتكاتف العربي لتوقيع الضغوط، ولا أنا غلطان؟ هو أولا يعني الحقيقة الموقف المصري من الموضوع الفلسطيني بشكل عام ومن حرب غزة، العدوان الجهنمي الشيطاني، حرب الإبادة والتطهير العرقي الموجهة لغزة، ومن محاولات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأس قضية اللاجئين وطرد الفلسطينيين من غزة والضفة والقدس المحتلة، الحقيقة الموقف المصري هو موقف يحق لنا كفلسطينيين، كعرب، كمصريين، كمسلمين، كإنسانيين الافتخار به. مصر الحقيقة وقفت وما زالت تقف وستظل واقفة، موقف يسجل لها في أنصع صفحات التاريخ طالما نتحدث نحن عن التاريخ. ويعني الحقيقة ودون أدنى مجاملة، يعني موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقف مصري فلسطيني عربي قومي مشرف نفتخر به كفلسطينيين وعرب ومصريين ومسلمين، والحقيقة منذ أن جاء، وهو حقيقة يعني صحيح منذ أن جاء وهو يتخذ مواقف واضحة. نعم، هو يعني أكثر من مرة كرر في مواقفه وتصريحاته أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا، وهذا ليس غريب على مصر وليس غريب على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء من الجيش المصري، هذا الجيش المصري البطل الذي قدم مئات آلاف الشهداء والجرحى على أرض فلسطين من أجل فلسطين، وبالتالي هذه مصر التي نعرفها. هذا بداية. في السياق الإنساني ربما يتفاجأ الكثير عندما يعلم أن 87% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة هي مساعدات قادمة من مصر ومن الشعب المصري ومن الدولة المصرية. على الجانب الآخر الإنساني، استقبلت حتى اللحظة المستشفيات المصرية أكثر من 25,000 جريح فلسطيني، ما زال تقريبا 15,000 منهم جريح داخل المستشفيات المصرية، تتكفل بهم الدولة المصرية بشكل كامل على نفقتها الخاصة. بل يعني المفارقة المهمة في هذا الجانب أن بعض الدول العربية والإسلامية طلبت أن تستقبل مجموعة من الجرحى، الحقيقة تم ذلك من خلال التنسيق المباشر، ليس مبادرة من تلك الدول مع يعني وزارة الصحة المصرية، بل وزارة الصحة المصرية التي ترشح لها الحالات ويعني تطلب منها استضافة هذه الحالات أو تلك. المهم الحقيقة مصر لها موقف بطولي مشرف عظيم، وهي التي تقف سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية، بل زأرت مصر يعني أختم بذلك عندما احتلت الدبابات الإسرائيلية معبر رفح ولوحت إحدى الدبابات بعلمها القذر بالقرب من الحدود المحور الحدودي المصري الفلسطيني. ودعني أقولها باللهجة الدارجة، مصر
فرجت إسرائيل والعدو الصهيوني العين الحمراء وكشرت عن أنيابها. والله إحنا ما حذرناهم بس هم مش عايزين يسمعوا الكلام، مش عارف بالظبط بيحبوا العلق، بس مش دي القصة. خليني أشكركم جدا على وجودكم معايا النهاردة أستاذ علي. أنا سعيد سعادة بأن أنا شفتك النهاردة بعد حبة طويلة ما شفناش بعض، والتقصير من عندنا. دكتور محمد أبو سمرة أسعد دائما لحضورك معنا داخل الاستوديو، كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة. أتمنى أن احنا يعني نهنئ بعضنا البعض في يوم من الأيام لعله يكون قريب جدا بوقف هذا العدوان، علشان نبدأ بقى في عملية سياسية حقيقية. والعملية السياسية الحقيقية دي بقى هتحتاج مننا كلام كتير. على كل خلصت الحلقة، لكن ما خلصش الكلام. كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.